ميد ومحمد يدس. هي المرحلة الثانية من برنامج تميز الموقعات اتفاقيتها بين كل من المركز الجوي للاستثمار والوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات إلى جانب مؤسسة البنك الشعبي لإنشاء المقاولات، وتهم بالأساس فرز وانتقاء ملفات المشاريع لتدارسها مع حاملها من أجل المرور لمرحلة المواكبة بالتمويل لإنشاء المقاولة. أعطينا الانطلاقة ديال لا دوزيام بروموسيون ديال بروغرام تميز اللي من خلاله غادي تتم المواكبة ديال 200 حامل مشروع، وباش نقدروا نفينونسي واحد 70% من حاملين المشاريع. الدور ديال المركز الجهوي للاستثمار هو مواكبه هاد الناس حاملين المشاريع من فكره المشروع الى ما بعد انشاء المشاريع ديالهم. في اطار هذه الاتفاقيه كذلك كيتم عده دورات تكوينيه وعده دورات تحسيسيه لفائده هاد حاملين المشاريع باش نقدروا نواكبوهم من هاد الفكره ديال المشروع الى غايه انجاز المشاريع ديالهم والحصول على التمويل والحصول على الدعم ما بعد المواكبه. الدور الاساسي بالنسبه للوكاله هو هاد المساله هذه ديال مواكبه الشباب بالاساس، واعدادهم في اطار يعني اعداد الملف المالي وتقديمه للتمويل. نشارك كذلك في اطار هذا البرنامج على مرحلات متعدده، اللي منها التواصل والتعايش بالبرنامج، المشاركه في جميع المراحل اللي يمر منها الشباب حاملي افكار المشاريع، من يعني المراحل الانتقائيه حتى مراحل المواكبه وما بعد خلق المشروع ان شاء الله. حيث اننا غادي ندير واحد استجوابات مع هاد حاملي المشاريع، وغادي نتكلم معهم نشوفوا باش نحاولوا نعرفوا مدى نضج هذه المشاريع ونضج كذلك حامل المشروع لكي نمر الى مرحله المواكبه بالتمويل. وبطبيعه الحال من بعد التمويل من بعد كان غيكون ان شاء الله مواكبات اخرى من طرف جميع الشركاء، اللي كان نتاكد من المشروع غادي ياخذ الطريق ديالو الصحيح. ويتخذ برنامج تميز منهجية استباقية تندرج في إطار التوجهات الكبرى للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، كما يسعى إلى تشجيع روح المقاولة في الجهة عن طريق مواكبة وتكوين الشباب خلال جميع مراحل إنشاء مشاريعهم. هاد حاملين المشاريع اللي غادي يتم اختيارهم ان شاء الله في هاد الفوج الاول، ما غاديش نديروا غير التمويل، كاين التمويل وكاين دورات تكوينيه وكاين دورات مواكبه، كاين مواكبه ديالهم في جميع مراحل المشروع، من دراسه الجدول، تاسيس مقاولات على النطاق القانوني، ونعاونوهم نواكبوهم باش يصيبوا واحد